تنتقل إلى التمرين 2، تمثل البطائق التالية النقطة التي حصل عليها أزارو وتسليت في اللعبة للرماية. أحسب عدد النقط التي سجلها كل من أزار وتسليت، ثم أملأ الجداول التحويل وأحدد الفائز. أحدد، نعم لدينا أزار وتسليت. نعم، لاحظوا معي، لدى تسليت توجد بطائق، لدينا بطائق مئات، بطائق العشرات، وبطائق الوحدات. نعم، كم لدينا من بطاقة في العشرة في المئات؟ لدينا 4 بطاقات، 1 2 3 4. نعم، أضع أربع أزرار أو 4 دوائر، لدينا 4، وبالعشرات لدينا 5 بطاقات، 5، 1 2 3 4 5، لدينا 5 بطاقات، 5، وبالوحدات لدينا 1 2 3 3 وحدات، لدينا 3 وحدات. نعم، نمر إلى الجدول أو الكتابة الموالية. لاحظوا معي المئات، كم لدينا من مئة؟ لدينا 400، 400. والعشرات، كم لدينا من عشرة؟ لدينا 5 عشرات. والوحدات لدينا 3. إذن أضع الوحدات بمكانها، 3 وحدات 5 عشرات و400. هذا العدد هو 453، 453. ننتقل إلى أزر. نعم، كم لديه من بطاقة في المئات؟ 1 2 3 4، 400، 4 في المئات، 1 2 3 4. في العشرات لدينا 5 بطاقات، 1 2 3 4 5، 5. وفي الوحدات لدينا بطاقتان، لدينا 1 2 2. إذن لدينا 400، 5 عشرات و2 وحدات. إذن 2 في الوحدات، ننتقل إلى جدول العد، و5 عشرات و400. إذن من الفائز في هذه اللعبة؟ الفائز، نقلل التحديد، الفائز نقارن 453 مع 452. دائما المقارنة، الشروط هي نلاحظ أول عدد الأرقام، 3 أرقام 3 أرقام. نبدأ المقارنة من العشر المئات، نبدأ المقارنة من المئات، 4 4. ننتقل إلى العشرات، 5 5. ننتقل إلى الوحدات، 3 2. إذن من الفائز؟ نلاحظ من الأكبر، عفوا هنا قد نسيت، 1 2 3، نسيت الأزرار. لدينا 3 أكبر من 2، 3 أكبر من 2. إذن الفائز هي تسليت. نعم، نمر إلى التمرين. نعم، نمر إلى التمرين 3. ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد. لاحظ عدد الأول 770، 770 للكتابة الحرفية. ألاحظ معي أين توجد 770، 777، 770، 707. إذن هذه الكتابة المناسبة، هذه الكتابة المناسبة. نمر إلى الكتابة الثانية، 707، 707، 777، 770، 707. نعم، نمر إلى الكتابة التالية، 777، 777. ألون العدد المناسب، البطاقة المناسبة لهذه الكتابة. إذن ننتقل إلى التمرين 4. أحيط أقرب مئات إلى العدد المعروض في البطاقة. أقرب مئات، نعم، لاحظوا معي العدد المعروض هو 103. لدينا الأعداد الأخرى 100 200 300. إذن ما هو العدد الأقرب؟ هو 100.
مئة هو أقربهم لأننا تجاوزنا المئة بثلاثة فقط. نعم لاحظوا معنا 384، لدينا 300 400 و500. إذن عندما نتجاوز 50 نمر إلى العدد الذي يليه، المئات التي يليه وهي 400، والعدد الموالي هو 897. نعم أقرب المئات هي 900. إذن ننتقل إلى التمرين رقم 5. Je complète. Regarde. لدينا 80. تليها 90. إذن مررنا من 80 إلى 90 بإضافة 10. إذن نمر بإضافة 10. 90. عندما أضيف 10 100. أضيف 10 110. أضيف 10 120. نعم 750. 800. إذن بإضافة مررنا بإضافة 50. إذن 850 أضيف 50. 900 أضيف 50. 950. هنا لاحظوا معي 96 98 تمت إضافة 2. 96 97 98. إذن نمر بإضافة 2. 98 100 أضيف 2. 102 أضيف 2. 104 104. نمر إلى التمرين رقم 6. Je colore le plus grand nombre en rouge et le plus petit en bleu. Le plus petit en bleu. Donc, regarde. لدينا 301. 301. و99. 258. 574. 635. نعم لاحظوا معي. إذن le plus grand أكبر. le plus grand أكبر عدد. أكبر عدد. لاحظوا معي للمقارنة دائما أبدأ بعدد الأرقام. هنا لدينا 3 أرقام. رقمان. 3 أرقام. 3 أرقام. 3 أرقام. إذن من هنا أقارن المئة. 3 2 6 5. إذن من الأكبر، 3 أم 2 أم 5 أم 6؟ 6. 6 هو أكبرهم. إذن أكبر عدد هو 635. إذن أكبر عدد هو 635. ألونه بأي لون؟ بالأحمر. بالأحمر. إذن عفوا بالأحمر. نعم 3 عشرات وخمسة في الوحدات. إذن le plus petit nombre et le plus petit nombre en le plus petit هو أصغر. أصغر عدد en bleu بالأزرق. إذن أصغر عدد هو 99. دو رقمان. جميع الأرقام جميع الأعداد يوجد بها 3 إلا 99. إذن 99. ننتقل الآن إلى التمرين رقم 7. أكتب الأعداد المطلوبة بواسطة الأرقام المقترحة. لاحظوا معي لدينا 3 أرقام مقترحة. 6 1 7 أصغر عدد. أصغر عدد دائما لمقارنة العدد أو لمعرفة أكبر أو أصغر نبدأ من المئات. لدينا 3 أرقام. إذا لدينا مئات، المئات أضع فيها لأصغر عدد أضع أصغر رقم. وستة واحد سبعة. إذا من الأصغر يا واحد ثم يليه الأصغر ستة ثم يليه الأصغر سبعة. إذا أكبر عدد أبدأ من الأكبر. سبعة ثم ستة ثم واحد. إذا أكبر عدد 761. أصغر عدد 167. وكذلك بالنسبة للأرقام الأخرى، أصغر رقم 4 يلي 5 يلي 9، وأكبر عدد 9 يلي 5 يلي 4.
إذن أكبر عدد 954 وأصغر عدد هو 949.